تمام والواحدة نشرة الأخبار، مرحبا بالجميع. البداية بأبرز العناوين. الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي بأن يكون صوتا واحدا وقويا ضد التهجير القسري للفلسطينيين. قوة الاحتلال الصهيوني تواصل حرب الإبادة على غزة، ومستشفيات القطاع على حافة الانهيار بسبب نفاذ الوقود، والوضع الإنساني يزداد تعقيدا. في الحدث القاري الرياضي، ساعات قليلة تفصلنا عن إشارة انطلاق كأس أمم إفريقيا في نسختها 34 بكوت ديفوار، والآمال معلقة على المنتخب الوطني للتتويج بالنجمة الثالثة. في غمرة الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة، يناير كنز ثقافي ووعاء جامع لمظاهر احتفائية تعكس عمق العادات وترسخ اللحمة الوطنية في المجتمع لتعزيز الارتباط مع التاريخ والأرض. مرحبا بكم إلى التفاصيل. بداية، طالبت الجزائر أمس على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمار بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن حول التهجير القسري للفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي أن يتكلم بصوت واحد وقوي لا لتهجير الفلسطينيين. وخلال الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر، ذكر السفير بن جامع بما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأن ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية. توفيق عجالي. مرافعة للجزائر أمام مجلس الأمن حددت فيها أهم صور العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل خلال 100 يوم، صنع فيها الاحتلال صورا قاتمة لهمجيته. الجزائر تقف هنا لتذكير العالم بما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، وأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد أكثر من مرة أن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية. مثلما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إن ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية. سيد الرئيس، نتساءل اليوم وتتساءل معنا شعوب العالم، ألا يكفي قتل أكثر من 30,000 شخص، منهم أكثر من 10,000 طفل؟ ألا يكفي إصابة أكثر من 60,000 شخص؟ ألا يكفي تهديم أكثر من 60% من مباني غزة؟ ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون الآن خطر المجاعة؟ نعم، كل سكان غزة. هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكثر من 2 مليون شخص يعانون الجوع والمرض؟ موقف الجزائر ثابت لا يتغير فيما يصنعه الاحتلال من تهجير وتدمير للبنية التحتية، إذ تؤكد الجزائر أن همجية الاحتلال قتلت الأمل في العودة إلى الديار، ومارست مخطط التهجير التي وجدت من يدعمه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي من سكانها. إن مخطط التهجير القسري يجري الآن على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم. يجب أن يكون موقفنا واضح لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة للأحكام القانون الدولي.
مخططات صهيونية أكدت بشأنها الجزائر أن مآلها ومصيرها الفشل، داعية الكل إلى توحيد الموقف لرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن يرفع الصوت عاليا لوقف عاجل ودائما لإطلاق النار بقطاع غزة. وفي تطورات الوضع بقطاع غزة، أمعنت قوة الاحتلال في ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة والقتل الجماعي بحق المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أحصت وزارة الصحة استشهاد 12 فلسطينيا عقب استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم خيام النازحين شرق معبر رفح. في هذه الأثناء يواجه المرضى والمصابون في مستشفيات القطاع خطر الموت بعد انقطاع الكهرباء، مثل ما يحدث بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح الذي يضم عددا من الأطفال الخدج. المزيد في سياق هذا التقرير لفوز عابد. رغم مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادات جماعية في غزة، لم يتوقف الكيان الصهيوني لحظة واحدة عن اقتراف مزيد من الفضائع والجرائم المروعة، حيث أحصت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أمس ارتكاب 13 مجزرة ارتقى خلالها 151 شهيدا وأصيب نحو 250 آخرين. وقد كثفت قوات الاحتلال من قصفها على مخيمات المغازي والنصيرات وسط القطاع، كما دكت بلدة الزويدة بوابل من قذائف المدفعية ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء. وطال القصف المجنون أيضا أقصى الجنوب، حيث استشهد 9 مدنيين بينهم طفلة في قصف منزلين شرقي رفح، بينما شهدت خان يونس قصفا مركزا أحدث مزيدا من الخسائر في الأرواح والأبنية، حيث لم تتمكن سيارات الدفاع المدني من إسعاف الجرحى وانتشال جثام الشهداء بسبب استهداف قناصة الجيش الصهيوني لهم من كل الاتجاهات. على الجهة المقابلة وفي الضفة الغربية استشهد 3 فلسطينيين في إطلاق نار قرب الخليل جنوبي الضفة، وأسفرت العملية عن إصابة إسرائيليين 2، كما استشهد شاب آخر في قضاء طولكرم بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب حتى الوفاة. المقاومة الفلسطينية من جانبها واصلت إرهاق العدو بعملياتها النوعية، حيث فجرت كتائب شهداء الأقصى حقل من الألغام على قوة راجلة من جنود الاحتلال، كما استهدفت بقذائف الهون الثقيلة تحشدات عسكرية للعدو جنوب ووسط القطاع، وأطلقت رشقات صاروخية باتجاه بلدتي سديروت ونتسريم قرب غلاف غزة. على صعيد آخر، قالت مفوضية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بأن إجلاء مواطنين فلسطينيين عن ديارهم إلى خارج القطاع قسرا يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونددت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان من جهتها بسياسات تجويع الغزاويين بصفتها نوعا من أنواع الإبادة، مؤكدة أن الوضع بات لا يطاق داخل القطاع بفعل انعدام الماء والغذاء وبدء تفشي الأوبئة. أعربت الجزائر عن قلقها البالغ وأسفها جراء القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة،
وتؤكد بأن هذا التصعيد الخطير سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن. كما تجدد الجزائر تأكيدها بأن مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر لا يمكن معالجتها بتجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر في قطاع غزة منذ 3 أشهر، وما أثاره هذا العدوان الظالم من مشاعر في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي لسكان المدنيين الأبرياء. وإذ تؤكد الجزائر مجددا موقفها الداعي إلى وقف التدخلات العسكرية لما لها من نتائج كارثية على السلم في العالم يدفع ثمنها المدنيون العزل، فإنها تناشد جميع الأطراف لوقف هذا التصعيد العسكري الخطير وغير المتناسب والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة. في الذاكرة الوطنية، تم اليوم استخراج رفات 48 شهيدا ببلدية ثليجان بولاية تبسة في عملية أشرفت عليها السلطات المدنية والعسكرية وممثلو الأسرة الثورية، وتم لحد الآن التعرف على هوية 6 شهداء بعد عملية بحث انطلقت شهر أكتوبر من العام الماضي إثر ورود معلومات تفيد بوجود رفات للشهداء بالمنطقة. عملية الدفن ستجري خلال الأيام المقبلة بعد إتمام إجراءات تحديد الهوية. إلى أخبار الرياضة، وفي الحدث القاري تعطى اليوم إشارة انطلاق كأس أمم إفريقيا في نسختها 34 بمشاركة 24 منتخبا موزعين على 5 مدن مختلفة، وسيشهد كان كوت ديفوار منافسة كبيرة بين المنتخبات المرشحة في طبعة يتوقع فيها المتابعون أن تكون الأفضل فنيا وتنظيميا. عبد العزيز بن سالم. بعد 40 عاما على تنظيمها كأس الأمم الإفريقية، ها هي كوت ديفوار تتهيأ لاستضافة النسخة 34 من المنافسة الأغلى والأعرق في إفريقيا. كوت ديفوار البلد الواقع في غرب القارة ضبط توقيته على موعد ينتظره الجميع بشغف كبير. 5 مدن تستضيف المنتخبات المشاركة هي أبيجان وياماسوكورو وبواكي وكورهوجو وسان بيدرو، كلها تزينت بأعلام البلدان المشاركة وتلونت بألوان الفرح. وقد اختارت اللجنة المنظمة التميمة الخاصة بالبطولة وهو الفيل أكوابا، ويعني باللغة المحلية مرحبا. أكوابا مرحبا. على صعيد المنافسة سيستمتع عشاق الكرة الإفريقية ب 52 مباراة تقام على 6 ملاعب أبرزها ملعب الحسن وطارا بالعاصمة أبيجان، وهو ملعب حديث يسع ل60 ألف متفرج ويستضيف مباريات المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف كوت ديفوار. كما يوجد ملعب السلام بمدينة بواكي والذي يستضيف مباريات منتخبنا الوطني الجزائري. ويتوقع المتابعون أن تكون كان كوت ديفوار واحدة من أفضل النسخ على الإطلاق بالنظر إلى نوعية المنتخبات المشاركة وجودة لاعبيها الذين ينشطون في أفضل الدوريات العالمية. ويقص منتخب الفيلا وغينيا بيساو شريط البطولة لتبدأ رحلة مطاردة الكأس، فمن سيخلف السنغال ويتوج بأغلى الألقاب القارية. هذا ويمكنكم متابعة مباراة الافتتاح اليوم في 9 مساء مباشرة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري بين البلد المضيف كوت ديفوار وغينيا بيساو. المباراة ستلعب مباشرة بعد حفل الافتتاح الرسمي للكان.
هذا وتتهيأ مدينة بواكي الإيفوارية لاستقبال ضيوفها الأفارقة، خاصة المشجعين القادمين لمناصرة منتخبات المجموعة الرابعة ومنها المنتخب الجزائري. مفاد التلفزيون الجزائري سفيان مهني يرصد لنا الأجواء هناك. بواكي ثاني أكبر مدينة في كوت ديفوار بعد العاصمة الاقتصادية أبيجان، تعيش كبقية المدن الأخرى على إيقاع كأس أمم إفريقيا. الأجواء رائعة والمشاعر حارة، نقول مرحبا بكم أكوابا للجميع، نحن سعداء باستقبالكم هنا في مدينة بواكي. أحب رياض محرز كثيرا وأتابعه منذ أن كان في المانسيتي. هناك سليماني بنجاح، نعرف جميع نجوم المنتخب الجزائري نتابعهم وأنا من أنصارهم. الكل هنا ضبط ساعته على موعد الحدث المهم الذي يجلب له الزوار من كل بلد، فساكنة المدينة قابلوا ضيوفهم بصدر رحب وصوت فوفوزيلا يصدح في كل مكان. سنناصر الجزائر هنا في بواكي، الجميع ينتظر ضربة انطلاق الكان، ويوم 15 سننتقل إلى الملعب لتشجيع المنتخب الجزائري. المدينة تزينت بالرايات الإفريقية، إذ تحول بعض المهتمين إلى باعة للقبعات وأعلام المنتخبات الوطنية. بعد أن كان الهدوء يخيم على مدينة بواكي، ها هي الآن تكتسي حلة الكان قبل ساعات فقط عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023. سفيان مهني، التلفزيون الجزائري، بواكي. في سياق الجهود الميدانية المتواصلة في مكافحة التهريب، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإنقزام على إثر أربع عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، تمكنوا من حجز 1750 كيلوغراما من السميد و5000 كيلوغرام من الفرينة و1500 كيلوغرام من العجائن الغذائية، إضافة إلى 1525 من السكر. البضاعة المحجوزة تم ضبطها على إثر كشف مخبئين مخصصين لتخزين البضائع الموجهة للتهريب، وكذا توقيف وحجز خمس مركبات رباعية الدفع استعملت في نقل وتهريب المحجوزات، وتم توقيف أربعة أشخاص منهم شخصان من جنسية أجنبية. إلى غمرة الاحتفالات بسنة الأمازيغية الجديدة، يناير كنز ثقافي ووعاء جامع لمظاهر احتفائية تعكس عمق العادات وترسخ اللحمة الوطنية في المجتمع لتعزيز الارتباط مع التاريخ والأرض. العينة من ولاية خنشلة مع عبد الرحمن شباح. ينار أو إخفوس قواس موعد لاستذكار عادات وتقاليد ضاربة في أعماق التاريخ، فتحضير الأكلات كالزراوي والغريف وغيرهما بالنسبة لشاويا هو استبشار وتفاؤل بعام فلاحي ناجح. نستقبل الحاج تيزيد باش ديال السفلان غادي تقاس يحلى، ندق مثلا زراوي، ندق الغرس، الزيت، إلا واش تدق تسدها لنا حرور. أبناء قرية ثوندورث بششار كغيرهم من الجزائريين يحتفلون برأس السنة الأمازيغية ينار، وكلهم أمل بأن يكون موسما فلاحيا كثيرة الثلوج والأمطار. هو متفد النوع العادتنا الأجدادنا نتمورث الجزائر كل وليش كان الأمازيغ نغذي شوين باها ديلين يذفليون ودي ليه مثنى ودي ليه سقواس يحلى، نتقي الحروفية زيضا، نتقي ضمين، نتقي رفيس، نتقي الغرايف، نخدم سدهان زيت زيتون بهد غنيوش ربي الخيرات ثانك الله يتوتشيه نتلعوه ما يعدان. عيد لكل الجزائريين، كلنا الجزائريين يحتفلوا به باش نعرفوا به عن العادات والتقاليد الموجودة على مستوى الوطن. الحفاظ على عادات وتقاليد الاحتفال بي النار
وحماية موروثنا من الاندثار يكون بتلقينه وتعليمه للصغار. أسا النار نفرح نيقا الزيرة وأضمينا شخشوخ كذي يدفوس قوس أثرار النصبان نفرض يغد ونتكسي غدين خلاص نتوي دريست نتقى بونا فعد من الباب يقرأ وغني ينفع ربي صغرس. تقوم ربات البيوت بإحياء هذا التراث بإعداد ما عرفوه وورثوه من أطباق تقليدية لإحياء هذه المناسبة. عادات وتقاليد تعكس هوية شعب متمسك بأرض تجود له بكل الخيرات. أسقوس إحلان إثر وانت مورث يغلان. وبالعاصمة يناير يرسم مظاهر احتفائية تعزز الارتباط بالهوية والأصالة. محمد عياش. المغزل والمنسج وخيوط الصوف هذه ترافقها دندنات موسيقية، مشهد يترجم الإحساس والمخيال، مسارة ترسم اللحظة وتوثق السعادة والفرح. الأصالة والهوية، هذا عام جديد عامر بالخير. كي أقلي خدمة غالو ألو زيك ورش لي كويت ورش لي فرصودا ألور يبود الحالة في يمذن في مزداغ نتوذرين يكلي صغمون يس يأخطر على وقيت سران أسميض. في تجليات الماضي والحاضر نرى هنا رؤية لا تخطئها العين، تتناقلها الألسنة عبر قصص وحكايات خالدة تحمل عبقا نديا للتاريخ. في هذا الاحتفال لهذه السنة بالسنة الأمازيغية يناير خصصناه لمحور يعني باين اللي هو سوق يناير. حبينا نبينوا عادة من عادات الأمازيغ اللي هي عادة جميلة جدا، سوق يناير اللي كانوا جدودنا بكري كانوا يديروه، هو سوق أسبوعي يديروه كل 7 أيام. رأس السنة الأمازيغي فرصة لتأكيد التلاحم الاجتماعي وتعزيز الهوية، هذا فخر، عزة وشموخ ورسالة. وركوب الخيل من التقاليد المتوارثة عبر الأجيال والراسخة عند سكان ولاية تبسة خاصة في احتفالات يناير. سعاد حباش. الخيل البربري من السلالات التي تشتهر سهولة فاست بتربيتها، وعشق الرجل التبسي للخيول تعود لعصور طويلة أورثها الأجداد للآباء قبل أن تؤول اليوم للأحفاد. طي بابا علم بابا، وبابا أنا من صغري علم فيها على الهواية هذه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا علموا أولادك من الرماية والسباحة وركوب الخيل. الخيل هو إبداع في الأعراس والمناسبات من تراث الجزائر. دي جيت بسان تقدميني للبارب نيغ البارب انت نقر النوع البربرية الاصيل انت تفي فنزين سقلي زورنت يعني انت ذو انت قوريت قور قذرار قور قمشاح الا نديسني حذير نديسين بوثين يتقدنين يتقوام يعني يتلاوى. بعد تبسيط الأرضية أو المضمار يمتطي الفارس لامين ابن بير مقدم بتبسة جوادة بشجاعة وثقة كبيرين، مروضا إياه لينطلق الخيل في لوحة تعكس التناسق بينهما والتجانس في حركاتهما. فارس تبسي عنده كين لعب الثنائي ولعب الفردي. الفروسية هذه ماشي لنا كما نقول احنا في الدم، هذه حاجة من التراث وحاجة من الأجداد تورثها جيل عبر جيل. تسابق الخيل بعضها البعض والفارس الأجدر هو من يفوز بالسباق، وهو في العادة يتقن فنون الفانتازية ترقص على أنغام القصبة الشاوية، وهذا اللحن يطربها كثيرا فهي لا تهاب صوت البارود فلطالما خاضت في الماضي الحروب.
بحكم أن ولاية تبسة مرت عليها تقريبا كل المراحل وكل الحضارات التاريخية، فالجياد أو الخيل استعملت في كل هذه المراحل. نستطيع أن نذكر مثلا في الحروب البنيقية. عادات تبقى راسخة في التراث الأمازيغي، ركوب الخيل أو الفروسية من التقاليد المتوارثة عبر الأجيال. في سياق ذاته، استمتع جمهور قاعة ابن خلدون مساء أمس بالعرض المسرحي الجديد يوغرطة الذي أنتجته جمعية ثغري أم زغون أو نداء المسرح التابعة للمسرح الجهوي لولاية تيزي وزو أحياء لسنة الأمازيغية الجديدة يناير. وهبة دنداني. يوغرطة ملك نوميديا، بطولاته وأشهر حروبه التي قادها ضد روما آنذاك جسدتها على خشبة مسرح قاعة ابن خلدون الفرقة المسرحية للجمعية الثقافية نداء المسرح التابعة للمسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو. شرف كبير لي نلعب دور يوغرطة في هذه المسرحية، لأنه بطل نوميدي، بطل تاريخي، هو اللي رفد نوميديا كما يقول على عاتقه، هذا هو حرر البلاد من الرومان. دونك هو حرر نوميديا اللي هي اليوم الجزائر والتي نعتز بها بيان سور. اقتبست الدور تاع الملك الأمازيغي ميسيبسا. ميسيبسا هو دونك ملك امازيغي وهو ابن ماسينيسا. ورد شقف سيغم زكون يوغورسن تمتو سنو يليد ميسيبسا يليد ميسيبسا زيحني يليدن تاغنا طاست لاوين يمكني تمتو سنغيرو في قمني ذس ماذ الموس. يوغرطة قام أيضا بخوض حروب طويلة من أجل توحيد مملكة نوميديا التي كانت مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. هذا شرف لنا باش نتقمصوا الشخصيات تاع القادة تاع الأمازيغ القدم، كانوا رموز وفخر لنا كجزائريين. المسرحية يوغرطة درناها على يعني على بمناسبة رأس السنة الأمازيغية يناير. عندنا 19 ممثل على خشبة المسرحية كل واحد باسمه. هي ملحمة بطولية لرمز من رموز المملكة الأمازيغية التي امتدت في كل شمال إفريقيا. ونختم واحدة اليوم بجمال بلادي، فعن الزخم السياحي الذي يثري بقصوره العتيقة ومواقعه الساحرة رحاب ولاية المنيعة تحدثنا ملكة خليفة التي رافقت فوجا من السياح الأجانب ورصدت انتباه. أتحدث دائما عن الجزائر، وأردت هذه المرة إحضار كل أصدقائي من تركيا، من فرنسا، من إيطاليا وألبانيا، وكل هذا من أجل اكتشاف الجزائر. كلهم اليوم سعداء، وسأعود في المرة المقبلة مع وفد آخر. سأعمل مستقبلا على تنظيم رحلات أخرى من أجل هذا البلد الجميل، لأن الجزائر دائما في القلب. تحيا الجزائر. الثقافات اختلفت هنا بفناء القصر، فالسائح التركي أبى إلا أن يرفع الأذان بصوته. الله
والآخرون منشغلون بأخذ الصور التذكارية، في حين ركز الآخرون بشروحات المرشد السياحي. رائع، أنا من تركيا، هذه أول مرة لي في الجزائر وسأعود لزيارتها. إنه حقا منظر رائع وثري بتاريخه. صراحة لم نكن نتوقع كل هذا الجمال وهذه الإطلالة الساحرة. المرة السابقة كنا 11 سائحا واليوم نحن 38. أدعو الجميع لزيارة هذا المكان المبهر. أنا فرنسي متزوج بجزائرية منذ 30 سنة، اكتشفت جمال الجزائر بفضلها وأتمنى أن أكمل حياتي بها. كاين الناس يجوا على أساس منيعة دير فيها يوم تشوف واش كاين وتروح، درك فهموا بلي منيعة تسهل حتى الأسبوع وتعمر يعني بالنشاطات ديالهم، خرجات في الصحراء نبيتوهم في الرمال، ندوهم البحيرات ويشوفوا بحيرات على منيعة. انتهت الزيارة وتركنا الفوج في طريقه إلى وجهة أخرى في صحرائنا الكبرى، فالبرنامج غني والجزائر أغنى. أخبرنا بذا تمت وبقي تذكير بالعناوين. الجزائر تدعو من مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي بأن يكون صوتا واحدا وقويا ضد التهجير القسري للفلسطينيين. قوة الاحتلال الصهيوني تواصل حرب الإبادة على غزة، ومستشفيات القطاع على حافة الانهيار بسبب نفاذ الوقود، والوضع الإنساني يزداد تعقيداً. وفي الحدث القاري الرياضي، ساعات قليلة تفصلنا عن إشارة انطلاق كأس أمم إفريقيا في نسختها 34 بكوت ديفوار، والآمال معلقة على المنتخب الوطني للتتويج بالنجمة الثالثة. وتابعنا أيضا في غمرة الاحتفالات بسنة الأمازيغية الجديدة، يناير كنز ثقافي ووعاء جامع لمظاهر احتفائية تعكس عمق العادات وترسخ اللحمة الوطنية في المجتمع لتعزيز الارتباط مع التاريخ والأرض. ختاما نشكر لكم كرم المتابعة والوفاء. نشرتنا تمت، لكن خدماتنا الإخبارية متواصلة عبر إخبارية التلفزيون الجزائري. ألتقيكم فيها على الثالثة بحول الله. سلام عليكم.